السلام عليكم خوتي المغاربه اللي خارج المغرب واللي داخل المغرب. اليوم غادي نهضر معكم اخوتي كما واحد منكم. بغيت نهضر على واحد الحاجه بسيطه اخوتي وانتم ردوا عليا. انتم اللي كتقولوا الشعب اللي كتقولوا الشعب فهمتي وكتقولوا مقاطع بيش انتم مقاطع. بغيت نعرف انا انتم بيش مقاطع مني كتشوفوكم خاكم مسلم ماشي بطاولة مفروطة وكيجي شبكوني وكيجي قايد كيضربو وكيديو نتوما كلشي طلق في فيسبوك كتمنوا على وحديتكم في فيسبوك. علاش ما تعملوش شي حاجة؟ ها؟ والو اللي كتقولوا نتوما قطعوا الحليب وقطعوا هذا شما تقطع؟ شما تقطع في الحليب؟ قطعوا قطعوا الحكومة اللي كتسرقكم فاكتورة الدار في الماء قاطعين الحليب والزيت هادشي فين واش قالكم؟ قاطعين الموازين تشطيح صافي ما عرفتيش نتوما مرا مريطة مرا ناقصة لا طلعة العين صغير مقطع على وجهه هادشي ما كتعرفوهشي. هاد الناس هادي اللي كيخرجوا الصباح بكرارس بوريين وعندهم كرارس ديالهم خارجين كيبيعوا باش يصدقوا الله طريقة الخبز باش يمشيو عند ولادو هادو علامك. لو كنا حنايا الشعب مع بعضيتنا واخا يجي ماشي مخزن يجي القوة المساعدة كاملة وينادم يهجم ويتوكل على الله ما غاتكونش هاد الشيء هذا. حنا ما بغيناش السايبة في البلاد ديالنا. حنا كيقولوا الشعب فيه السايبة. حنا ما عندناش السايبة. حنا كنخافوا. أنا كنهضر معاكم مواطن مغربي خارج ديك المغرب خارج المغرب. أنا ملي كتسمع لي تنصر عام هشروني المغرب أنا هشروني المغرب. انا كنت كنبيع ونشري في مرسى كانوا كيشبروني كيقتلوني بالضغط ارقد دير امك عطيني دير امك تاش غادي ندير امك وفي وسط طنجه خلقت فيها وكبرت فيها كيجي المخزن كيضربني وماشي انا دراري هما خرجوا اللي غرقوا البحر اللي ضرب اللي كار دازلو على راسو هرسو اللي مشى هباء منصورا اللي خرجوا في الزو ديالها كاملين من هادي عين مزوله اللي راسو تحط بايش حنا الشعب قول لي بايش حنا الشعب الا شفنا شي واحد كنخرج ما نضحكوا عليه ما كنقولوش نعاونوا بعضيتنا. انا انا هاد الفيديو اللي عملته ما كنتسناش الشعب يعطيني انا كنتمنى الشعب يعاون بعضيته هذا مع هذا راجل صغير كبير اللي فوق منه هادشي اللي كنقولوا ما محتاجش حتى واحد اللي عنده دراعه يجيبه هادشي اللي كنبغي نقول عاونوا استعدوا وعاونوا الا بغيتو بعضيتنا عاونوا هادشي اللي وقع في المغرب الظلم والحقرانيه والحقرانيه غدولة غادي يدخلوا لك على خصك وعلى يمك ويدخلوا اي حاجه. الناس في الدار جايبين اكثر من 80 عام في الديور كيدخلوا عليهم كيهرسوا لهم باش يبنيو هما العمارات وشكون هما هي الوزاره مع بعضيتهم. وانا غادي نقول حاجه وحده حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا الظلمه يا اللي كتظلموا الله يخذ فيكم الحق. هذا النهار هذا كما كتعدوا على ولاد الشعب وكتعدوا على المغاربه اللي هما من دمكم حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. انا يا ما حقرتوني وانا صغير بالحق الحمد لله اللي عنده صحته انا برزقي ونهود المغرب من عمل لا قال لك لا استورد او العمل قال لك شي قهوه انا باري باري غدا قدام الله وزيد انا كنتمنى الله سبحانه وتعالى نموت هنايا في اوروبا وما نموتش عندكم تمايا. علاش عارفين شو هنايا كنعرفوا بنادم اللي ما عنده حتى واحد كيحرقوه وانتوما رجعتوا كتحرقوا بنادم هو بالروح وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم. وكنقول خوتي المغاربه اللي عنده يما عزيز الله يخليها له وكنقول تصفوا على واحدتكم كاملين يد وحده على هادشي اللي كنشوف انا الحقرانيه واحد خارج يخدم يديو لواحد هذا وكريساس نادي مني غاي جريسي كي جريسي خاه مسلم خارج الشفرة خارج بهذا ماشي جريسي خاك خاك نحنكم دمك ماشي في جريسي خروج خروج جري على راسك طلع اوروبا صرف في اوروبا بيع شري بالحشيش دروكا في اوروبا هذيك بلادك وتجيك غير على هذيك البلاد وانا قاعد قاعد منها مقاول سنه كنقول هادشي هذا علاش ما عمري عملت شي فيسبوك انا كنقول هادشي هذا حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا اللي مكلفين بينا حسبي الله ونعم الوكيل فيكم واتقوا الله فينا اتقوا الله فينا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.